بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين. بغينا نوقفوا اليوم ما أمكن عند مشكل يؤرق الناس، يسبب النحافة والعصب وعدم الرغبة في الحياة، لدرجة أنه الأطباء لاستعصاء هذا العلاج عليهم، ثم عدم القدرة على الخروج من بالناس من هذا المرض المستعصي اللي هو العصب، عصب الأمعاء، ثم فم المعدة محلول أو تبقى مفتوح والأحماض تتخرج منه بشكل قبيح وتسبب مشاكل الضيقة وكثير مشاكل صحية. بقينا على أنه العلاج عند الأطباء هو بعد الاستعصاء والمزمن من القدرة من التمكن من هذا المرض، يقترحون على الناس كثير من الأدوية اللي هي أدوية للاكتئاب، أدوية للعصب، أدوية للنرفزة، وهذه الأدوية مع الأسف تسبب مشاكل على المدى البعيد على الناس، وهكذا سببت لهم مشاكل والناس ما قدوش كيف يخرجوا منها. وهذا الاستعصاء والمزمن ما هو إلا سطحية في التعامل مع الموضوع. لماذا سطحية؟ لأن العلاج للمشكل هذا العصبي لابد أن نذهب إلى القدرة على التمكن من الأمعاء تشتغل بشكل صحيح، ثم ضبط الأعصاب بطريقة متميزة، تنقيتها، إعادة بناء البناء، وهكذا نستطيع بفضل الله في أقل من 3 أشهر ضبط فم المعدة حتى أنه يغلق بشكل صحيح ويفتح بشكل صحيح دون رجوع الأحماض ورجوع ما في المعدة. ثانيا ثم ضبط الأمعاء، عصب الأمعاء، وهكذا نضبطهم طريقة متميزة. رقم أول لابد أن ننتبه إليه انتباه حقيقي هو لسعات النحل. نلسع في فم المعدة 3 لسعات في اليوم لمدة 3 أشهر، ثم لسعات في جنبات البطن وعند فوق الأمعاء الكولون الغليظ، وهكذا يمكننا بين 3 لسعات هنا ثم لسع 2 في كل جهة من الأمعاء، يمكننا أن نضبط هذا العصب في أقل من 3 أشهر، وهكذا نخلص الناس من هذا العصب ونخلص الناس من هذا المأساة، وهذه المأساة مؤلمة. أول 2 لابد من نأخذ ثوم مشوي، نشوي في القشر ثم نزيل القشرة بعد ما تدفع، ونأخذ تحميل من وراء من الضبر، وهكذا يمكننا نحصل على هذا الثوم مشوي سيبوزيتوار قولب أو تحميل نصف حبة من الثوم مشوي ونستعمله عند النوم. ثم نقطة ثالثة، لابد من شرب الماء المغلى لأنه يخفف الدورة الدموية، يفرغ ما في الأمعاء، يزيل الأحماض وينشط القنوات الدموية وينشط الأمعاء، وهكذا يمكننا نربح منطق ثاني. منطق ثالث أساسي لابد منه هو ماء مغلي مع العسل وعصير بصل. هذه الشربة متميزة وممكن نستعملها 7 إلى 9 مرات في اليوم كل 2 ساعة، ممكن نتخلص من كل أكل إلا هذه الوصفة. وهكذا نستطيع عن طريق هذا الأسلوب العلاجي البسيط المتميز أقل من 3 أشهر نحصل على نتائج متميزة دون العناء. لماذا؟ لأن هذا العياء سبب المأساة والاكتئاب عند كثير من الناس، وللخروج من هذه المأساة والاكتئاب هذه برنامج متميز حقا من مناطق اللسع العمود الفقري وعند الأذنين والرأس، وهكذا نحصل على نتائج متميزة. بالإضافة إلى هذه المواد ممكن نأخذ مساج بزيت زيتون، مساج على كل الجسم للاستراحة والاسترخاء، ممكن نستعمل أكل 100% نباتي دون المطبوخ ولا المعلبات، وهكذا نحصل على نتائج مع المراقبة الطبية. لابد من مراقبة فقر الدم، الضغط الدموي، إذا زيارة عند الطبيب ممكن كل 3 أيام، ممكن كل أسبوع، ولما لا يكون عندنا الآلات لقياس الضغط الدموي، ثم الذهاب كل أسبوع عند الطبيب لمعرفة كرة البيضاء النسبة، ثم نسبة كرة البيضاء والصفائح والكرة الحمراء، حتى نعرف على أنه في الطريق الصحيح للعلاج. مع المتابعة الصحية إن شاء الله نحن ناجحين دائما وأبدا دون العناء ولا اليأس ولا الاكتئاب ولا السطحية من العلاج. نريد العمق بداية، العمق الأول، ثم المستوى الثاني من العمق، ومستوى الثالث من العمق، وهكذا ممكن نبني أمعاء قوية متميزة دون العيال.